السلام عليكم. اهلا وسهلا. هلا والله حياك. ليكون بس جيتكم في وقت مو مناسب. لا 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 ابد، لك نص ساعة، تعال تفضل. لا الله يسلمك. لا لا بس ابي ناصر بكلمة راس. قهوت قهوة. لا لا ما ابي. تعال ابيك ناصر. تبيني انا؟ اي. ايش تبيبه؟ أنا توني جاي من البنك اللي فيه حساب أبوك، وشيكت على حركة الحساب ما لقيت في شيء تحرك من طيحة أبوك الله يرفع مطيح. إيه أنا عارف، أنا أصلاً ما دخلت في شيء. طيب وين حطيت الفلوس فيه؟ عندي في البيت. طيب ورا ما أعطيتها التجار مليونيتهم، ورا ما سلمت الناس رواتبهم؟ يا ابن الحلال احتجتهم وتصرفت فيهم، وترى قريب بردهن. يعني الحين كل مدخولية الدكان تصرفت فيهن؟ الحين انت مطلعني من المكتب تسألني وتبربر علي عشان تحقق معي؟ اذا ما دفعت للناس ومديونية التجار محل ابوك يبي يتسكر. جعله يتسكر وانت وش دخلك فينا؟ دكان ابوك ولا دكان ابوي؟ لا دكان ابوك انت، بس مثل مالك حق اخوك تركي وامك لهم حق في الدكان هذا. امي وتركي اذا بغوا شيء يكلموني انا، انت وش دخل